فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هل المرأة التي تكون حائضا يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ تقرأه عن ظهر قلب، ولا تقرأ تمس المصحف ولا، لكن تقرأ لها أن تقرأه عن ظهر قلب إذا خشيت أن تنساه، خشية حافظة وخشية أن تنسى حفظها، فلها أن تقرأ من غير أن تمس المصحف. أو كانت أيام الامتحان يفوت عليها الامتحان لا بأس أن تقرأ بدون أن مس المصحف، يعني من وراء حائل تقرأ من المصحف لكن من وراء حائل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.